كيكون فيها التدخل ديال هاد الانتهازيين وديال هاد الناس اللي كيقلبوا على الربح السريع بلا ما يهمهم واش المواطن يقدر ولا ما يقدرش، واش ينضر ولا ما ينضرش، دونك ما اللي كيهمو يدخل الفلوس لجيبو الصراط عليه. لكن الدولة مؤخرا انه خرج قانون ديال الغاء الرسوم على واحد النوع ديال العجول اللي غتكون عجول موجهه مباشره للذبح، حيت عندنا حنا المغرب كنستوردوا البقر الحلو يعني اللي جايه سبلان، وكنستوردوا العجول المهيئه ولا الموجهه للتسمين، ودابا مؤخرا الجديد انه استوردوا عجول اللي موجوده للذبح. باش تزيد الاسعار علاش تحقق ديما هاد المشاكل مع لي كليون ديالو يوميا خصو يشرح لهم يقول لنا شكي لنا هادي تزاد هادي ما تزادش، لكن زياده كل نهار كاين زياده هادي من جهه يعني حقيقة او واقع اللي ممكن يرجعوا لمجموعه من المعطيات منها ارتفاع كلفه يعني الموارد العائليه اللي طلعت ما بين 16 و106% مقارنه مع الموسم الفلاحي اللي فايت. بالنسبه يعني السلاح اللحوم الحمراء، بالنسبه للحليب عرف واحد التراجع ما بين 10 و15% ديال الانتاج، ولكن الحليب المصنع عندها واحد الاتصال مع بعض المعامل اللي هاد الشهر الحمد لله كما قال الاستاذ اللي قبل مني دونك راه يعني دخلنا في لاوت لاكتاسيون باش ديما كنحبسوا السقف ديال الدقيق الممتاز في 3 دراهم ونص عند الخروج من الطحال الماء داير استقرار الاثمنه ديال الدقيق. بالنسبه للقمح الصلف هذه الفتره كتشهد واحد الانخفاض على المستوى الدولي، بالنسبه للفينو والسميدات هما واحد الانخفاض في هذا الشهر الاولى ديال 41-30 فرانك. بالنسبه للاقليم ديالنا وغادي نعطيوهم المصالح الاقتصاديه ديال العماله، دونك غدا ان شاء الله يكونوا موجودين. بالنسبه للاقليم ديالنا جميع الاحصائيات اللي غادي تكون بالنسبه للاقليم، وبالنسبه للمراقبه السيد عبد الحنا راه من اشاره القسم الاقتصادي الاولى وهو تهيئ لشهر رمضان، تنعرفوا بان الكساب تهيئا لشهر رمضان دائما واحد شهرين ثلاث شهور تيشد الماشيه ديالو ما تيبيعهاش في انتظار اواخر شهر شعبان وبدايه رمضان لعرضها في السوق، لان الاسعار تكون مربحه له. تقريبا 5% من تمويل الحيوانات الخادعه او الخاصه لتمويل السوق باللحوم الحمراء. مساله ديال الحبوب الحمد لله بالنسبه لنا حنا كسوق يعني القطاع يعني الناس التجاره تقرب البقاله بالدارجه الحمد لله عندهم السلعه كاينه في السوق وكاينه عند البقاله وكاينه يعني ما يبيعوا للناس، حتى ان الزيادات هما ما عندهمش زيادات كثيره. الاشكال اللي كنطيحوا في هذا المشكل ديال الحبوب هو المضاربين، لهذا توجه السيد العالم بان يشوفوا المنبع ديال هاد المضاربين. عندنا الاجبان مثلا الجبنه الحمراء، الجبنه الحمراء هذه واحد الشهر كانت في جبنه 86-87 درهم، اليوم خلصناها حنا التاجر الصغير خلصها ب 102 ديال الدراهم، يعني تقريبا واحد 20 درهم، يعني مازال عندنا الشركه كتقول لك من هنا رمضان ربما يوصل حتى 120 درهم، وانا كتعرف الاجبان كيفاش كتستعمل في رمضان بواحد الطريقه. اذا من خلال بعض المداخلات سجلت بعض النقاط، اولا كاين القضيه ديال اوغ مارشي دو ديال بعض السلع اللي كتباع خارج سوق الجمعه، دونك انا الاخوان الساده ديال السلطه مع الساده اللي جاوا الامن والظرف الملكي وكذلك جميع المتدخلين انه الفوار هذا اللي كلهم اللي يكونوا لهذ الدرجات يكونوا لي فيرم ما خصهمش يبقوا، واي واحد كيبيع شي حاجه خارج السوق انه تبقوا مع القانون السعري، دونك ما خصكوش يدخل السوق تنصح على الاقل يكون عندنا ان كونترول على النيفو ديال السوق غادي يتبان، وملي كيكون كلشي كيدخل السوق غادي تكون الوفره ديال المنتوج غادي يكون دونك العرض والطلب هنا غادي يكون واحد التوازن، وبالتالي ما غنطيحوش في هذه الاشكالات ديال المضاربين. شامل جميع الفرق الطلبيه ديال الاقليم واحد المراقبه شامله اللي غتبقى مستمره في الوقت وفي الزمن كذلك، باش ان شاء الله بحول الله انه نخليو المواطن المستهلك يطمئن
لانه راه حنا دائما مع غدا ان شاء الله بحول الله يعني طول الفتره ديال المراقبه اللي تكون انهم يواكبوا اللجان ديال المراقبه ويشوفوا وما كرهناش باش انتم توصلوا لنا يعني من خلال العمل اللي كتقوموا به واللي هو عمل بطبيعه الحال نبيل انه الارتسامات ديال المواطن واش هادشي هو هذاك ولا خص شي حاجه اخرى ولا خص شي اقتراح اخر حنا راه مفتوحين لهذا الشيء هذا وكما عرفنا حنا دائما الحمد لله الحوار مفتوح بيناتنا باش اننا الهدف ديالنا هو المصلحه ديال المواطن ديالنا اي محترف اي شخص اللي كيتلاعب بالنجر في العمريه